القيامة مش بنحتفل بها عيد وخلاص، يوم اسمه عيد القيامة وانتهينا آخر يوم في الصيام ونحتفل يوم الحد بعيد القيامة. أبدا، احتفالنا بعيد القيامة بيستمر 50 يوم، بعد مستمر وبعد يتجدد في كل يوم، هو بعد حي. المسيح يقول لنا ها أنا معكم كل الأيام، وبالتالي ها معكم الرجاء الحي كل يوم في شخص المسيح.